أهلا بكم، دعونا نبدأ مرة أخرى بعملة اعتيادية، وفي هذه المرة بدلا من رميها 4 مرات دعونا نقوم بإلقائها 5 مرات، 5 رميات مع هذه العملة الاعتيادية. والذي أريدكم أن تفكروا به في هذا التسجيل هو احتمال الحصول بالضبط على 3 رؤوس، exactly, exactly 3 heads. والطريقة التي سوف أفكر بها هي إذا كان لدينا 5 رميات فكم عدد الاحتمالات المختلفة هناك؟ إذن سوف يكون لدينا الرمية الأولى ولدينا احتمالان هنا، رأس أو ذيل. الرمية الثانية احتمالان، الرمية الثالثة احتمالان، الرمية الرابعة احتمالان، الرمية الخامسة احتمالان. هذا 2، ضرب 2، ضرب 2، ضرب 2، ضرب 2. إذن 2، أو يمكننا القول أنها مرفوعة للقوة 5، وهذا سوف يساوي 32 من الاحتمالات المتماثلة. إذن 32، 2 ضرب 2 يساوي 4، ضرب 4 يساوي 16، و16 ضرب 2 يساوي 32 احتمال. ولمعرفة هذا الاحتمال علينا فقط معرفة كم من هذه الاحتمالات يتضمن الحصول على 3 رؤوس. يمكننا رسم ذلك خارجا كل 32 احتمال، ومن ثم نقوم بعد الرؤوس، لكن دعونا نستخدم وسيلة أخرى التي بدأنا باكتشافها في التسجيل السابق. لدينا 5 رميات هنا، لدينا 1، 2، 3، 4، 5، ونحن نريد أن يكون لدينا بالضبط 3 رؤوس، وسوف أسمي هذه الـ3 رؤوس. سوف أسميها الرأس A، الرأس B، والرأس C فقط لإعطائها أسماء، بالرغم من أن ما سنراه في هذا التسجيل هو أننا لا نريد التفريق بينهم. بالنسبة لنا لا يوجد اختلاف إذا حصلنا على هذا الترتيب: الرأس A، الرأس B، الرأس C، ثم ذيل ذيل. أو إذا حصلنا على هذا الترتيب: الرأس A، الرأس C، والرأس B، ثم ذيل ذيل. لا يمكننا حساب ذلك على أنهما ترتيبان مختلفان، يمكننا حساب هذا على أنه واحد فقط. إذن الذي نريد القيام به أولا هو أن نتبع كل الترتيبات المختلفة إذا كنا مهتمين بالفرق بين A، B و C، ثم نقوم بالقسمة على كل الطرق الممكنة بحيث يمكننا ترتيب 3 أشياء مختلفة. إذن كم عدد الطرق التي يمكننا بها وضع A، B و C في هذه المقاعد 5 بحيث يمكننا رؤيتها كرميات إذا كنا مهتمين بشأن A، B و C؟ إذن دعونا نبدأ مع A. إذن لم أحدد أي من هذه المقاعد لأي من الرؤوس بحيث يمكننا القول A من الممكن أن تكون في 5 مقاعد مختلفة. إذا لدينا 5 احتمالات مختلفة يمكن أن تكون فيها A، لذا لنقل فقط أننا نعلم هذا بحيث يمكن أن يكون أي واحدة من هذه 5، لكن هذا يأخذ 1 من 5. ثم كم عدد الاحتمالات المختلفة التي يمكن أن تترتب بها هذه الرؤوس؟ كم عدد الاحتمالات المختلفة هنا؟ حسناً، ثم يتبقى لدينا 4 مقاعد فقط، إذا لدينا فقط 4 احتمالات. ثم إذا كان هذا المكان للرأس A، فإن الرأس B يمكن أن يكون في أي من هذه 4؟ الرأس A كان في المقعد الأول، ثم الرأس B يمكن أن يكون في أي من 4 مقاعد؟ ربما الرأس B سيكون في هذا المقعد هنا. إذن عندما نأخذ 2 من المقاعد، كم عدد الاحتمالات الممكنة للرأس C؟ حسناً، بقي لدينا 3 مقاعد للرأس C، بحيث يمكن أن يكون في أي من هذه المقاعد. هذا فقط يوضح مثال محدد. حسناً، كيف يبدو هذا إذا كنا مهتمين بالترتيب؟ كم عدد الطرق المختلفة التي يمكننا إخراجها من 5 مقاعد مختلفة وتحديدهم بـ3 رؤوس مختلفة؟ سوف تقولون أنه 5 ضرب 4 ضرب 3.
حسنا، 5 ضرب 4 يساوي 20، ضرب 3 يساوي 60، يساوي 60. إذن سوف تقولون لدينا 60 طريقة مختلفة لترتيب الرؤوس A B و C في 5 مقاعد أو أشخاص على 5 كراسي. وبوضوح يوجد 60 احتمال للحصول على 3 رؤوس إذا كان لدينا فقط 32 من الاحتمالات المتماثلة. والسبب في الحصول على رقم كبير كهذا هو أننا نحسب هذه الصيغة على أنها تختلف بشكل أساسي عن هذه: الرأس بي، الرأس بي، الرأس A والرأس C هنا. والذي بحاجة لأن نفعله هو أن نقول أنهم ليسوا احتمالات مختلفة، ليس علينا أن نعد كل الطرق المختلفة التي تم ترتيبها. والذي نريد أن نفعله هو قسمة هذا على كل الطرق المختلفة بحيث يمكننا ترتيب 3 أشياء. إذا كان لدينا 3 أشياء في 3 مقاعد، إذا هنا لدينا رأس في الرمية الثانية والرمية الثالثة والرمية الخامسة. إذا كان لدينا 3 أشياء في 3 مقاعد هكذا، كم عدد الطرق التي يمكنني بها ترتيبها؟ إذا كان لدينا 3 مقاعد، كم عدد الطرق التي يمكننا بها ترتيب A, B و C في هذه المقاعد الثلاثة؟ حسناً، A يمكن أن يكون في 3 مقاعد، يمكن أن يكون في أي من هذه الثلاثة. A يمكن أن يكون في أي من هذه المقاعد الثلاثة، ثم B سيكون في المقعدين المتبقيين بعد أن احتل A واحد منها، ثم C سيكون في أحد المقاعد المتبقية عندما A و B يحتلان 2 من المقاعد. إذا لدينا 3 ضرب 2 ضرب 1 طريقة لترتيب 3 أشياء مختلفة. إذا 3 ضرب 2 ضرب 1 يساوي 6. إذا عدد الاحتمالات للحصول على 3 رؤوس هذا سيكون 5 ضرب 4 ضرب 3. دعوني أكتب هذا بلون مختلف. إذا عدد الاحتمالات يساوي هذا، number of possibilities يساوي، إنه 5 ضرب 4 ضرب 3، 5 ضرب 4 ضرب 3 مقسوماً على عدد الطرق التي يمكنني بها ترتيب 3 أشياء. لا نريد إحصاء كل هذه. القيام بهذا الترتيب يختلف بشكل أساسي عن هذا الترتيب، ثم نريد أن نقسم على 3 ضرب 2، نريد أن نقسم على 3 ضرب، إذن سوف أكتبها بنفس اللون البرتقالي، 3 ضرب 2 ضرب 1. 3 ضرب 2 ضرب 1 يعطينا البسط هو 120، إذن 120 مقسومة على 6، آسفة البسط هو 60، إنها 60، 60 مقسومة على 6، 60 مقسومة على 6، والذي يعطينا 10 احتمالات، 10 احتمالات. هذا يعطينا بالضبط 3 رؤوس، وهذا من 32 احتمال. إذن احتمال الحصول بالضبط على 3 رؤوس، عندما نحصل بالضبط على 3 رؤوس، هو 10 من 32 من الاحتمالات المتماثلة. إذا لدينا 5 تقسيم 16 لحصول هذا. إلى اللقاء.